على هاشتاج انا صاحب الكورة، برأيك مين هو رجل مباراة الأهلي وسموحة في الدوري؟ الأهلي يحقق فوزه الأول في مشوار النجمة 42 في الدوري على حساب سموحة بهدف نظيف وسط أداء متواضع. بدأ الأهلي بالشناوي وقدامه 4-2-3-1، رامي ربيعة وأيمن أشرف قلبين دفاع، على يمينهم محمد هاني، على شمالهم علي معلول، قدامهم حمدي فتحي وعمر السولية على الدايرة، قدامهم على اليمين جيرالدو، على الشمال رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة في عمق الملعب خلف مهاجم وحيد مروان محسن. في البداية هنتكلم على بناء الهجمة للأهلي. فايلر بيهتم جدا بالمحطة، وعشان يضمن الكرة بيعمل حاجة جميلة جدا، البناء من الخلف للأمام في مساحة معينة من الملعب، ودايما بيكون فيه اتنين شغلين المساحة دي بحيث يضمن الكرة بنسبة كبيرة، زي ما حصل في ماتش زمالك اهو. أجاييه هنا بيتحرك ورا الشحات عشان يضمن الكرة. نوع تاني في البناء وهو الكثافة في منطقة التحضير. لاحظوا هنا ضغط سموحة، شريف رضا بيضغط بين قلبين الدفاع، ووانجا قافل على ربيعة، هنا جابها على الطرف عشان يحجموا بناء الهجمة للأهلي. لكن بصوا هنا السولية بيسقط بين قلبين الدفاع عشان يخلق زاوية تمرير، وبعدين اللعب الأمامي المباشر. سيبكوا من دقة اللعبة، لكن خدتوا بالكوا من اللي بنتكلم فيه؟ في دايما اتنين لعيبة في المساحة اللي بتتلعب فيها الكورة. نوع تاني في البناء وهي ان واحد من اطراف الملعب بيضم في الهاف سبيس عشان يتحرك بشكل عمودي مع قلب الدفاع، ويقدر يستلم الكرة في وسط ملعب المنافس. ولاحظوا هنا دايما في كثافة عددية على حمل الكرة، وعشان تضرب التكتل تعمل ايه؟ الله ينور عليكو، الباص السريع. هنا رمضان نقل الهجمة بسرعة وضرب اتنين لعيبة بباص. لاحظوا هنا كم لاعب راح على مروان محسن؟ 3 لعيبة. هنا الترن من مروان وسرعة تغيير الاتجاه قدر يضرب الثلاث لعيبة بمهارة، ورمضان استغل المساحة في ظهر الباك وطلب الكرة في المساحة هنا. الله عليك يا مروان يا محسن، وفينش ممتاز من رمضان. لا 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 يا جدي، لا لا، الدماغ دي دماغ مجرم بصحيح. ميزة مع أهلي فايلر وهي سرعة ترداد الكرة، وعلى قد ما الأهلي النهاردة كان بيفقد الكرة بسرعة، على قد ما كان بيستردها بسرعة برضو. وانا رزمة. مشكلة أثرت شوية على الأهلي هجوميا، وهي إن الأهلي النهاردة كان بيعرج، بمعنى إنه ماشي على طرف وسايب طرف. الطرف الشمالي النهاردة كان هو سلاح الأهلي، وكان هو المنطقة اللي بتضمن استحواذ الفرقة، رمضان ومعلول وقفشة اللي بيميل عليهم. لكن الناحية التانية جيرالدو كل تفكيره إنه يستلم على الخط ويجري بالكرة ويعمل الأوفر، عشان كده عطل هاني وما ظهرش بالشكل الإيجابي، ولما فايلر عمل السويتش دمر الناحيتين تماما. جمهور الأهلي العظيم لا تقلق، فايلر مازال في رحلة البداية مع الفرقة، بيستغل ماتشات الدوري عشان يقف على مستوى اللعيبة. لكن للعلم أداء الأهلي في ماتشات أفريقيا عكس اللي شفناه النهاردة، وافتكروا الساعة الأولى في ماتش السوبر قدام الزمالك. في انتظار الدعم والمساندة للجهاز الفني واللعيبة من جماهير الأهلي الواعية.